السيدات والسادة، مساء الخير. استحقاق ثالث بعد ساعات. أكثر من 55 مليون مصري في الداخل والخارج مدعوون إلى الاقتراع لانتخاب ممثليهم في أهم وأخطر برلمان في مصر، والذي يحظى بصلاحيات واسعة لم تمنح له منذ كان مجلسا للمشورة عام 1829 في عهد محمد علي باشا. نحن على أعتاب برلمان بيده مقاليد التشريع، ويزاحم الرئيس في بعض اختصاصاته المتعلقة بتشكيل الحكومة وإقالتها، ويستطيع وفقا لإجراءات دستورية سحب الثقة من الرئيس، بل ومحاكمته أمام محكمة خاصة، ومنعه من حل البرلمان دون استفتاء شعبي. المرحلة الأولى من الانتخابات تضم 14 محافظة، ويبدأ الاقتراع فيها غدا بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل بعد غد الأحد. وينتخب لعضويات البرلمان في مرحلتي الاقتراع 448 نائب يختارون بالنظام الفردي، و120 نائب بنظام القوائم المغلقة التي يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فيها. ووفق القوانين المنظمة لعملية الاقتراع، فقد قسمت مصر إلى 237 دائرة خصصت للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر لنظام القوائم، ويتنافس نحو 5400 مرشح على المقاعد الفردية، أغلبهم مستقلون، وتتنافس ثلاث قوائم رئيسية على المقاعد المخصصة لنظام القوائم، وهي قوائم حزب النور السلفي وفي حب مصر والجبهة المصرية وتيار الاستقلال. حول التركيبة السياسية للمجلس النواب القادم ودوره في المرحلة المقبلة، والتشابك بين صلاحيات الرئيس والبرلمان في الدستور، والقوة التي ستقود البرلمان والمعارضة، وفرص الشباب والمرأة والمال السياسي والعصبيات في الانتخابات، يدور هذا اللقاء. ساعات قليلة تفصل 27 مليون ناخب مصري عن بدء معركة الاقتراع لمن لهم حق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، والتي تجرى في 14 محافظة مقسمة على 103 دوائر، ويتنافس فيها 2537 مرشحا فرديا وسبعة قوائم. ترقب وقلق وأمل، هذا هو ما يسيطر على أغلب المتابعين للانتخابات التي تعد ثالث خطوات خارطة طريق ثورة 30 من يونيو، والتي تشكل آخر أضلاع مثلث الحكم، وهو البرلمان الذي ينتظر منه أن يلعب دورا مهما وداعما للسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، للانتقال بمصر من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو والتقدم على طريق البناء والتنمية. لكن تساؤلات كثيرة تقف أمام كل مدقق في المشهد، بدءا من القلق من ضعف نسب المشاركة في التصويت، مما سيسمح بتسلل نواب ينتمون لتيارات متشددة، وآخرين لا يملكون كفاءة ومهارة التعامل مع سلطات البرلمان المقبل الواسعة. تخوف آخر يفرض نفسه على المشهد، وهو علاقة البرلمان برئيس الجمهورية في ظل منح الدستور صلاحيات واسعة للمجلس تتعلق بتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومن رئيس الجمهورية، إلى جانب صلاحيات تعديل الدستور. كل هذه التخوفات دعمتها حالة التوتر التي سادت مرحلة ما قبل وأثناء فترة الدعاية الانتخابية، والتي كشفت عن سوء أداء كثير من المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، والتي جعلت من الصعب على أحد أن يتخيل شكل أو خريطة التكتلات والتحالفات تحت قبة البرلمان المقبل، سواء من حيث العدد أو من حيث الانتماء للمعارضة أو التأييد للرئيس والحكومة. وبدت كل هذه التساؤلات والتخوفات منطقية في ظل حالة الجدل التي بدأت مبكرا حول دعوات تعديل الدستور للانتقاص من سلطات البرلمان لصالح الرئيس، والجدل الآخر الذي دار حول حزمة التشريعات التي سيكلف البرلمان بمراجعتها وإقرارها بعد انعقاده، كقانون التظاهر والخدمة المدنية وقانون الإرهاب وغيرها. تساؤلات تبقى جميعها مشروعة وباحثة عن إجابات، حتى يفرض الواقع نفسه بانتهاء الانتخابات وانعقاد المجلس، لتذهب التخوفات إلى زوال أو تصبح واقعا لن يستفيد منه إلا المتربصون وأصحاب المصالح. تتجه جميع المؤشرات في المشهد الانتخابي إلى ترجيح كافة المرشحين المستقلين ليمثلوا الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.
على حساب الأحزاب السياسية المتوقع لها تمثيل ضئيل، وهو الأمر الذي يجعل المستقلين هم كلمة سر تشكيل الكتلة البرلمانية الأقوى داخل البرلمان، حيث أنه وفقا للأرقام الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات فإن هناك ما يقترب من 5000 مرشح مستقل مقابل ما يقترب من 1000 مرشح حزبي. وهنا نبدو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما لجوء الأحزاب والقوائم للتنسيق مع المستقلين لدعم قضايا أو أجندة تشريعية واحدة، أو تفتيت الكتل داخل البرلمان، ما يجعلنا أمام مجلس نواب عشوائي بلا خريطة تشريعية واضحة. البرلمان الجاي يعني هيبقى فيه طبعا عدد كبير من المستقلين بدون شك، وهيظلوا مستقلين لان القانون الان يمنع تغيير الصفه من مستقل الى حزبي او العكس. لكن ايضا سيكون هذا البرلمان كما اعتقد هو حاضنه ولاده النظام الحزبي الجديد في مصر. عندنا الان عدد من الاحزاب اللي نشا بعد ثوره 25 و30، وعدد من الاحزاب الاقدم. هذه الاحزاب نشطت في الانتخابات الاخيره على الرغم من الوقت الضيق للدعايه الانتخابيه، لكنها نشطت كاحزاب. من المؤكد من وجهه نظري انه لن تكون هناك اغلبيه واضحه، وانما ستكون هناك كتل برلمانيه. هذه الكتل البرلمانيه حتى الان لا نستطيع ان نحددها، لكن من المؤكد ايضا انه اغلب هذه الكتل لن تكون للاحزاب. ربما بعد الاعلان عن النتائج النهائيه للبرلمان ان يتم تشكيل كتل من المستقلين اللي القانون الانتخاب اداهم يعني تلتين المقاعد. احزاب ضعيفه ما فيش لها برامج، ما شفناش برامج عرضت على الجمهور، وبالتالي احنا داخلين على نواب تجمعهم القوائم ويجمعهم ان هم نازلين على المقاعد الفرديه مستقلين. هيبقى الشكل العام داخل البرلمان مفيش تكتلات، مفيش جايز يحصل تكتلات بعد الانتخابات جوه. هتجمعهم ايه التكتلات دي؟ المصالح الوطنية ولا المصالح الشخصية؟ زي ما بيقولوا كده بالعامية، داخل عشان اضرب كرسي في كلوب واعمل زعامات وطنية واعمل صوت عالي وما يهمنيش انه الدنيا تمشي، ولا بعمل معالجة موضوعية لمسؤولية وطنية في فترة مهمة من حياة مصر. إذن الشكل العام للسادة المرشحين اللي إن شاء الله هيتوفقهم هيبان كل واحد بهويته وما يجمعهمش حاجة. أي تركيبة عضوية في أي برلمان مرتبطة بالنظام الانتخابي. طبيعة النظام الانتخابي بتحدد شكل العضوية. النظام الانتخابي اللي بيجرى عليه الانتخابات هذه المرة هو نظام انتخاب أغلبي، يعني بيسمى إعلاميا بالفردي. كل المقاعد بنسبة 100% بالفردي، في 80% منها الترشيح على مستوى الأفراد، وفي حوالي 20% الترشيح على مستوى قوائم مطلقة، يعني برضو 50% زائد واحد ينجح زي الأفراد بالضبط. القائمة تعامل كفرد، فطبعا ده بيعطي درجة كبيرة من ان النسب دي بتعطي درجة كبيرة من ان الغلبة هتكون للمستقلين، مش هيكون فيه ابدا حزب اغلبية حصل على 50% زائد واحد. ربما يكون فيه حزب اكثرية بالتأكيد، لكن حزب اغلبية صعب يكاد يكون مستحيل. انخرطت معظم الأحزاب في مناقشات وحوارات لتشكيل تحالفات انتخابية. بدت عملية تكوينها مثل لعبة الكراسي الموسيقية، إلى أن تم الاستقرار على ما يقترب من 8 قوائم، أبرزهم قائمة في حب مصر والتي تخوض الانتخابات على الدوائر الأربعة، وفازت بالتزكية بالفعل في 15 مقعد في أحد القوائم المخصصة لشرق الدلتا، حيث لم تترشح أي قائمة منافسة في محافظاتها. لكن إعلان الفوز يتطلب الحصول على 5% من مجموع الناخبين. غالبية مرشحي تلك القائمة من الشخصيات العامة، كما تضم أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية والمؤتمر ومستقبل الوطن. أما قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال فتنافس على 3 دوائر فقط، ويقودها حزب الحركة الوطنية الذي أسسه أحمد شفيق، ومصر بلدي وتيار الاستقلال.
حزب النور هو الفصيل الإسلامي الوحيد الظاهر الذي يخوض الانتخابات المقبلة. ويقول منتقد الحزب السلفي أنه قناة خلفية لتمرير مرشحين مؤيدين لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، وهو ما ينفيه الحزب بقوة، والذي ينافس بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية. أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره البعض بالرغبة في الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان. والظاهر أن حزب النور أراد طمأنة القوى السياسية بعد تجربة الإخوان في الحكم، كما أنه أراد المراوغة والهروب من دعوات حل الأحزاب الدينية والتي كانت تستهدف حزب النور في المقام الأول. القانون سمح للقوائم ان هي تفوز اذا ب 50% زائد واحد، ففي قائمه ممكن تجيب 4 مليون وقائمه ثانيه تجيب 4 مليون و10 اشخاص اصوات تكسب، بينما اللي جاب 4 مليون ما يكسبش حاجه. ده نظام انتخابي القائم على النظام الاغلبيه، نظام تجاوزته الاحداث غير معمول به. ايضا حتى النظام الفردي، يعني التوسع في النظام الفردي ادى الى ايه؟ ادى الى الانتقاص من اهميه الاحزاب. وعشان كده الجوله الحاليه في الانتخابات ما فيش تمايز في البرامج والافكار السياسيه، وانما في اعتماد على راس المال السياسي والعصبيات والاسر الكبيره والتربطات. ما فيش في وضوح في البرامج، ما فيش في افكار واضحه، ما فيش جدل سياسي. وهنا الحقيقه أخشى ما أخشى في هذه الانتخابات أنه تتراجع نسب إقبال الناخبين، وده تحدي كبير، لأن الاستحقاقات الانتخابية السابقة الملاحظ فيها أن في تراجع ملحوظ في أعداد المقترعين. الخوف الآن أنه نتيجة عيوب في النظام الانتخابي، نتيجة غياب السياسة وضعف الأحزاب أصلا، وأن في كتير من الشباب أعلن مقاطعة، ده ممكن يؤدي في النهاية إلى تراجع نسب التصويت على الساحة. أقول إنه بمناسبة إن القوائم كلها 120، قيمتين 15 يبقى 30، وقيمتين 45 يبقى 90، يبقى 120، والباقي المرشحين مستقلين، محظور على كل مرشح إذا نجح إنه يغير صفته، فيبقى معناها إنه القوائم حتى فيها مستقلين هيفوز عندنا قيمتين وقيمتين، يبقى 120 بنظام القوائم اللي هي فكرة الائتلافات، مش الحزبية، لا ائتلافات انتخابية، لأن الدستور نفسه توقع أنه ما عندناش أحزاب سياسية، وبالتالي الائتلافات مش ائتلافات حزبية، لأن في القوائم نفسها فيها مستقلين وفيها أحزاب متناقضة ومتعارضة، فهو ائتلاف ليس حزبيا ولكنه ائتلاف انتخابي. أي تداخل ديني في السياسي هو أمر مرفوض، لأنه بيمنع المنافسة. لما حد يقعد يتكلم على برنامج له خطوات معينة بشكل محدد، ده الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان انتم اعلم بشؤون دنياكم. حاجات يعني ادم حاجات، انا ما بتكلمش على مخالفات، انا بتكلم على المثليين جنسيا اليوم احرار ولا اللي بيشربوا الخمور، لا انا بتكلم على امور متعلقة بإدارة الدولة، فما فيهاش اي شيء. لكن لما الاقي في وسط هذا الحديث الاقي من كل ما حد يتكلم حد يقول لا اله الا محمد رسول الله، طب اكيد هيخرب صوتي، بالتاكيد اكيد الناس هتروح لده ومش هتروح لانا، شيء بالذات ان عندي 40% من تحت خط الفقر ونسبه اميه عاليه، فالناس هتروح للي بيتكلم بلهجه او بيتكلم على خطاب ديني. فالتدخل هذا بذاك امر مرفوض ويمنع المنافسه. على مدى سنوات طويلة كانت المعارضة تحجز لنفسها مقاعد دائمة داخل قاعة أنوب، حتى لو كان أغلبها مصطنع بتنسيق النظام إلى حد كبير. ولأن الخريطة السياسية تغيرت كثيرا بعد 25 يناير و30 يونيو، فإن هناك سؤال يفرض نفسه، وهو من سيقود المعارضة في البرلمان المقبل؟ أم أن المشهد الانتخابي لم يتضح منه حتى الآن ملامح المعارضة السياسية، خاصة أن الدولة لا تستطيع أن تستكمل أركانها الحقيقية بدون معارضة قوية وفاعلة. باليقين حيكون هناك معارضة، وباليقين حيكون هناك يعني اتجاه
لرفض بعض قرارات الحكومة، والمعارضة لن تكون في مواجهة الرئيس لأنه لا يملك البرلمان شيئا تجاه الرئيس، والرئيس لا يعرض شيئا على البرلمان. ده الدستور، اللي مش فاهم كده راح يقراه، لكن اللي بيعرض على البرلمان ويساءل أمامه هو الحكومة، والحكومة بتضم رئيس الوزراء والوزراء ونوابه، نواب الوزراء جزء من الحكومة، كل دول يسألوا بالإضافة لأي موظف آخر تنفيذي في الدولة، وبالتالي هيبقى في معارضة. لكن لابد عشان تبقى معارضة ذات طابع سياسي أن يكون لدينا حكومة ذات طابع سياسي. أكيد هيكون في قدر من المعارضة، بس السؤال إيه نوعية المعارضة؟ هل هي نوعية معارضة بتدفع في اتجاه عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، بمعنى استمرارية رأسمالية المحاسيب والتحالف بين المال والسياسة، وإنه السلطة السياسية يعني تنحاز لكبار رجال الأعمال على حساب بقية فئات المجتمع وشرائح المجتمع، ولا معارضة مع العدالة الاجتماعية ومع مزيد من الحريات في المجتمع ومع مزيد من الجهود التنموية الحقيقية اللي مصر محتاجها؟ مصلحة الوطن العليا فوق الجميع. إذا كان ده هو الشعار، سواء طلع بقى قائمة حب مصر أو طلع الائتلاف والاستقلال أو طلع القائمة الأخرى أو حتى المستقلين، إذا جمعهم قائمة واحدة يتقال عليها المصالحة الوطنية أو المصلحة الوطنية للبلاد، يبقى الدنيا هتمشي. إذا لم يكن كذلك يبقى بكل أسف هيحصل تصادم بين مجلس النواب وبين الحكومة، وقد يكون بين مجلس النواب وبين الرئيس. وعاوز أقول من دلوقتي، مجلس النواب إذا كان يعني نصوص الدستور انحازت للسلطة التشريعية، أنا طبعا ده إجابة واضح إنها يعني إنما يعني أكتر من السؤال. إذا كان الدستور انحاز لمجلس النواب وللسلطة الشعبية، وده هذا أمر طبيعي، إنما عاوز أذكر مجلس النواب القادم إن أيضا السلطة التنفيذية لها، مش عاوز أقول أنياب، لها سلطات في الدستور، يمكن جدا إذا حصل تصادم يعتبر المجلس منحلا. المستقلين إذا كانت توجهاتهم توجهات للاستقرار، توجهاتهم لدعم برنامج رئيس الجمهورية، وهو برنامج يعني نابع من كون رئيس الجمهورية جاء بالانتخاب الحر المباشر، وربما لا يمثل خطورة على الإطلاق. ولكن لو مستقل نازل لمجرد المعارضة زي بعض المستقلين، يعني من الآن يعلن أنه سيكون معارضا لرئيس الجمهورية، سيكون معارضا للحكومة، هذا في عالم السياسة غير مقبول. المعارضة يجب أن تكون معارضة موضوعية، معارضة رشيدة، تكون معارضة لصالح البلد، لصالح الشعب. يعني إذا أجادت الحكومة فيجب أن نكون معها، إذا أخطأت الحكومة فيجب أن نصحح أخطاء هذه الحكومة. هذه هي المعارضة بالمفهوم السياسي. المعارضة اللي هنا بقى اللي هتنشأ هتكون معارضة مش منظمة، يعني حسب القضية. يعني وارد قوي انك تجدي مثلا لما حيث عن اموال المهربة يتحد الاسلامي مع الثوري ضد الفلول، السلطات الرئيس هتعدل او البعض بيطالب بتعديلها في الدستور، ممكن تلاقي الاسلامي بيتحد مع فلول نظام مبارك، وهكذا. في عضوية سابحة حسب القضية، بتتكلمي مثلا عن القطاع العام وخاصة القطاع العام، كل القوى الثورية او الاشتراكية واليسارية بتتحالف مع بعضها، والناصرية بتتحالف مع بعضها، وخرج منها طبعا الثوري الليبرالي عشان ده بيميل للاقتصاد الحر. الجميع ترقب أزمة محققة في أول جلسة برلمانية مقبلة، تتمثل في كيفية مراجعة وإقرار كافة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وذلك خلال 15 يوم فقط وفقا للمادة 156 من الدستور. وتبدو الأزمة أكثر تعقيدا إذا ما عرفنا أن عدد القوانين التي صدرت في غياب البرلمان تقترب من حوالي 500 قانون. ووفقا لأي معادلة حسابية يستحيل أن يناقش البرلمان هذا الكم من القوانين في فترة 15 يوم. وهنا يبرز تساؤل حول سيناريوهات المتوقعة للخروج من الأزمة. يجلس مع منسقي الكتل الانتخابية والأحزاب الرئيسية، يا جماعة تعالوا احنا عندنا القوانين دي، انتوا معترضين على اي قوانين بشدة، اعتراض شديد،
يتجمع عدد القوانين المعترض عليها بشدة. أنا رأيي مش هتتجاوز 10 قوانين، قانون التظاهر، قانون الإرهاب، قانون الخدمة المدنية. طيب هذه القوانين هنتفق الاتفاق السياسي الآتي، هندخل البرلمان هنعرض كل القوانين بالطريقة الدستورية عرض مناقشة إقرار ونوافق عليها جميعا في 4 أو 5 أو 10 جلسات. في كل جلسة يعرض فيها قانون مختلف حوله، بعد إقراره يقدم طلب لتعديله. بعد ما يقر القانون نهائيا خلاص أصبح قانون ساري، يقبل المجلس في نفس الجلسة اقتراح مقدم من 10 أعضاء المجلس حسب اللائحة حسب الدستور بتعديل هذا القانون، فالمجلس يوافق أيضا على التعديل، ويدخل التعديل في آلية التعديل الموجودة في المجلس، ياخد له 2 أسبوع، ياخد له 3، ياخد له شهر، بس يبقى القانون ساري وجاري تعديله، يبقى احنا أرضينا كل الأمور. وبحكم الدستور يعني في ضرورة لموافقة أو مراجعة مصادر من قرارات بقوانين في خلال فترة عدم انعقاد البرلمان، ودي يعني عندنا عدد كبير من القوانين سيتم إقرارها في خلال 15 يوم الأولى من أعمال البرلمان. المفترض أنه في قوانين كثيرة وفي مواد كثيرة في الدستور يجب أن يتم ترجمتها إلى قوانين، أي تفعيل الدستور الحالي. واحد، أول جلسة للقاء بكبار الأعضاء سنا وأصغرهم، لازم الأعضاء تحلف اليمين عشان يستوي مشروع العمل، وبعدين بعد كده لازم اللائحة بتاعته فين، هينتخب رئيس ووكيلين، هيشكل اللجان، يبقى لازم يكون عنده لائحة، واللائحة دي بيعدها المجلس وتصدر بقانون. طبعا ممكن يعدها في يوم في يومين ثلاثة قدامه مشروع ولا حاجة. طيب بعد كده عنده بقى مطبات. ايه المطبات؟ اول حاجة مراجعة قرارات بقوانين اللي صدرت في غيبة المجلس، ودي عشان ما تبقاش مفاجأة للناس، عددها حتى 7 اكتوبر الجاري 494 قرار بقانون، حتى يوم 7 اكتوبر 494 قرار بقانون محتاجين مراجعة اكثر من هذا عشان الناس ما تتخضش. ايام مجلس عسكري وفترة مرسي 403 قرار بقانون حتى الآن لم يتم مراجعتهم كذلك، يبقى لما اجمع الاثنين على بعض يطلعوا اكثر من 900 قرار بقانون. في طبعا مادة في الدستور بتتحدث عن ان هذه القوانين كلها يجب ان ينظرها البرلمان بالموافقة او الرفض في خلال 15 يوم. ده طبعا اجراء او امر مستحيل ان يحصل يعني. ف بعض الاقتراحات بترى ان هذه المواد او هذه القرارات بالقوانين توضع على مائدة البرلمان وعلى جدول اعماله وتحول الى اللجان النوعية، يعني تحول في كل فيما يخص، ومجرد تحويل اللجان النوعية ده يعد بداية حقيقية وجدية في نية المجلس في نظرها، فهو كده. بس اهم حاجة انه يحولها للجان النوعية في خلال 15 يوم بالضبط، وبعد كده يبدأ بقى تبدأ عملية مناقشتها بالتعديل او بالرفض او بالقبول. تشكيل الحكومة تعتبر عملية سياسية متشابكة ما بين الرئيس والبرلمان، حيث تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومتي على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم أخرى، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الحل. وبالتالي فإن الرئيس مقيد بموافقة البرلمان على رئيس الحكومة، والبرلمان إذا لم يوافق على اختيار الرئيس فإنه مقيد إما بطرح رئيس الحكومة يحظى بثقة أعضائه أو الحل. وهنا المشكلة تبدو أكثر تعقيدا، خاصة أنه من الواضح أنه لن يكون هناك حزب أو تكتل سياسي قادر على تشكيل الأغلبية القادرة على طرح رئيس للحكومة.
الحكومة والمجلس كأي حكومة ومجلس في أي دولة ديمقراطية هناك طريقة للرقابة من جانب البرلمان على الحكومة، هناك قدرة للحكومة على تقديم مشروعات القوانين ولها الأولوية في الإقرار لدى المجلس، وهناك أيضا كل أساليب العمل المشترك والتوازن بين الحكومة والبرلمان موجودة في الدستور. رئيس الوزراء اللي معينه الرئيس والوزراء بيعرضوا برنامج على الحكومة على مجلس النواب في خلال 30 يوم. النص بيقول إذا المجلس النواب رفض البرنامج بالرئيس بيشوف والله مين الائتلاف الغالب اللي اتفقوا على رئيس حكومة. طيب اتفقوا مع رئيس حكومة وتعينوا وزراء وقدموا برنامج للمرة الثانية، النص برضو بيقول الدستوري ان مجلس النواب يعني يناقش الكلام ده، اذا رفض لتاني مرة برنامج الحكومة في خلال 30 يوما احط بقى كده خط يعتبر المجلس منحلا. مش الرئيس اللي هيحله، الدستور اللي حله. يعتبر المجلس منحلا بقوة الدستور بدون قرار من الرئيس، يعتبر المجلس منحلا. يبقى المجلس بقى هو بيناقش بقى برنامج الحكومة ما 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 يضربش كراسي في الكلوب، ما يعملش زعمات ما يعملش زعمات مزيفة، لا يناقش بتوعده وبموضوعية وأن يضع مصلحة البلاد فوق الجميع. المادة 46 بتتكلم صراحة على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يحصل على ثقة البرلمان. يعني إذن إن إحنا بتشكيل المجلس النيابي الحكومة بطبيعة الحال تستقيل، وقد يكلف الرئيس الجمهورية ذات الحكومة اللي حكومة مهندس شريف، فبالتالي عليها أن تتقدم ببرنامجها إلى المجلس النيابي. إذا حصلت على الثقة فلتستمر، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق. الدستور تحدث على إن رئيس الجمهورية بيختار شخص رئيس الوزراء ويطرحه للثقة ويطرح حكومته للثقة، إذا فشل في الحصول على الثقة يكون من الأغلبية البرلمانية أو من ائتلاف الأغلبية، وإذا فشل يحل البرلمان. طبعا دوت في صلاحيات أخرى، إن رئيس الجمهورية بالرغم إن رئيس الوزراء هو اللي بيعين وزراءه، لكن في 4 وزراء سياديين بيعينوا رئيس الجمهورية: الداخلية والخارجية والعدل والدفاع. في لدينا كمان صلاحية ان رئيس الجمهورية يعزل او ينحي الحكومة جانبا ويطلب حكومة جديدة بعد موافقة البرلمان، طبعا موافقة شكلية في اطار الشرعية الكبيرة للرئيس السيسي. في طبعا له صلاحية في انه القانون الذي لا اولا ليه حق اقتراح القوانين، هو ليه حق اصدار القوانين، والقانون اللي يخرج من المجلس الشعب ولا يصدره الرئيس اعتراضا عليه يعاد البرلمان مرة اخرى ويقرب التلتين، والتلتين دي كم كبير جدا، بنتكلم عن 398 عضو، يعني كم كبير، يعني تقريبا الرئيس صلاحياته كبيرة 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 جدا جدا كمان. لم تكن مادة تشكيل الحكومة هي وحدها التي تمنح البرلمان صلاحيات على حساب الرئيس، فهناك مواد أخرى وفقا للنوايا الحسنة تضمن توازن كامل بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية، لكن على أرض الواقع قد تكون سببا في صراع سياسي بين الرئيس والبرلمان، من بينها المادة 147 والتي تشترط موافقة أغلبية البرلمان على إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، والمادة 161 والتي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد موافقة ثلثي البرلمان. أما المادة 159 فهي تتيح للبرلمان توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس بموقت غالبية الأعضاء ووقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة، والمادة 137 والتي تمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان دون استفتاء شعبي. رئيس الجمهورية يتقاطع مع البرلمان في 3 مواضع من الدستور. الموضع الأول هو اختيار الحكومة،
رئيس الجمهوريه له الحق في اختيار رئيس مجلس الوزراء والحكومه ويعرضها على البرلمان لاخذ موافقه على البرنامج. اذا وافق البرلمان انتهى الامر، اذا لم يوافق من حق البرلمان ان يشكل الحكومه كما يريد، لكنه اذا فشل فيه خلال شهر يحل البرلمان. بالتالي التقاطع الاول في اختيار الحكومه، ودور البرلمان هو الاقرار في المرحله الاولى ثم الاختيار والاقرار في المرحله الثانيه. الموضع الثاني هو حق رئيس الجمهوريه في حل البرلمان بسبب معلن وبعد العوده الى الاستفتاء الشعبي. اذا وافق الناس باغلبيه مطلقه حل البرلمان، اذا لم يوافقوا لا يضار رئيس الجمهوريه، لا يحدث له شيء. الموضع الثالث وهو الماده 161 التي تعطي الحق للاغلبيه من اعضاء مجلس النواب، اي اكثر من 300 عضو تقريبا، بان يتقدموا بطلب الى المجلس بسحب الثقه من الرئيس. وهذا الطلب لا يعد موافقا عليه الا باغلبيه ثلثي اعضاء المجلس. يصعب على اي فصيل معارض او كتله معارضه ان تعارض في هذه المرحله السيد الرئيس. السيد الرئيس بيحظى بشعبيه كبيره، ومن الصعب على اي معارضه ان هي تتحدى الرئيس، خاصة وأن الرئيس بيعمل بجدية ولديه إنجازات ملموسة على أرض الواقع. من جانب آخر الدستور منح الرئيس سلطات يمكن بها أن يلجأ إلى حل البرلمان إذا ما حدث تضارب. إذا هناك توازن، وهنا لابد من كل أطراف العملية السياسية في مصر أنه يؤمنهم بأهمية الحوار والنقاش والتفاوض وأهمية الوصول إلى حلول وسط. صلاحيات الحكومة واضحة في الدستور الجديد، وصلاحيات رئيس الجمهورية واضحة، وصلاحيات السلطة التشريعية أو البرلمان واضحة. لو مسكنا البرلمان صلاحياته معروفة، ليه اختصاص تشريعي له حق أن يعدل في كل التشريعات القائمة، وله حق أن يقترح قوانين جديدة، وأيضا له حق الرقابة اللي بتبدأ بالاستفسار في تقديم السؤال للوزير وانتهاء بالاستجواب وسحب الثقة من الوزير أو الحكومة ككل. البرلمان أيضا له اختصاص مالي في الموافقة على الميزانية والموافقة على الحساب الختامي والموافقة على فرض الضرائب. لو انتقلنا للحكومة، هي من اختصاصاتها رسم السياسة العامة للدولة في كل المجالات. هي السلطة التنفيذية اللي بتنفذ القوانين اللي بيسنها البرلمان، هي السلطة التنفيذية اللي بتشرف على سير المرافق العامة في كل الجمهورية، هي السلطة التنفيذية اللي بتشرف على كل أعمال الإدارة المحلية من المحافظ حتى رئيس مجلس القرية. هي السلطة التي تصدر القرارات، هي السلطة التي تصدر اللوائح سواء كان لوائح تنفيذية أو لوائح تنظيمية للمرافق العامة أو لوائح الضبط اللي هي خاصة بالبوليس زي تنظيم المرور وتنظيم فتح وإغلاق المحلات إلى آخره. فهي السلطة التنفيذية اللي بتدير العمل الإداري. الدستور كتب بنوايا حسنة والدول لا تدار بالنوايا الحسنة، عبارة قالها الرئيس في خطابه في جامعة قناة السويس، وفسرها البعض بأنه غير راض عن الدستور، ما دفعهم لإطلاق حملات تطالب بتعديل بعض مواد الدستور الذي أقره المصريون بأغلبية ساحقة. ورغم أن الرئيس في خطاب آخر أكد أن تلك التصريحات فهمت خطأ، لكن لا تزال بعض القوى تهاجم واضعي الدستور وتطالب بتعديل مواد، في حين طالب آخرون بالحفاظ على الدستور لحين اختبار مواده على أرض الواقع. الرئيس يملك طلب تعديل الدستور، لكن ما يجب أن يعلمه المشاهدون ويعلمه المصريون جميعا في الدستور الذي وافقوا عليه أن رئيس الجمهورية لا يملك إلا الطلب، وفي كل الدساتير السابقة لا يملك رئيس الجمهورية إلا أن يطلب تعديل الدستور. تعديل الدستور يتم بموافقة أولا على الطلب اللي بيقدمه الرئيس أو 10 أعضاء المجلس أو 5 أعضاء المجلس بأغلبية النص زائد واحد، ثم إذا تمت الموافقة المجلس يقوم بمناقشة كل مادة وكل حرف يراد تغييره ويوافق عليه بأغلبية التلتين. بعد كل ده
يطرح على استفتاء الشعب. هو نظام انتخابي يعتبر ان احنا في فترة انتقالية بنجرب. التجربة اللي وضعوا التجربة في نظرهم انها افضل. انه قوائم بنسبة معينة بنقول 120 مقعد الى 600 مقعد، وبرضو دي من الحاجات اللي يبقى مجلس نواب عندنا 600 لنا نتخيل، ومجلس واحد مش مجلسين، واصرنا على الغاء المجلس الثاني مع ان كل الدنيا ماشيه في اتجاه ازدواج النظام البرلماني علشان المجلس يبقى في مجلس فرامل للمجلس اللي ممكن يتسرع ويصدم في الحيطه. انما اصرنا على الغاء المجلس الثاني برضو من بين حسن النيه المفرطه، ها مش عاوز اقول سوء النيه. وبالتالي بقى عندنا مجلس واحد مكون من 600 بنظام انتخابي جديد، ها بأحزاب ضعيفة، بحماية يعني فئات مهمشة دخلناهم المجلس، وده كويس. وإلى اللائحة لسه مش موجودة، خبراء قدامة لسه مش موجودين. يبقى احنا كلنا المسألة كلها في خوض التجربة. بقول خوض التجربة لا مانع نجرب، إنما لازم يكون مع التجربة حسن النية في التطبيق والوصول إلى أفضل صورة ممكنة لمجلس نواب قادم. الدستور الحالي وضع في ظروف الجميع يعلمها، بعد الثورة ثورة 30 يونيو وضع هذا الدستور، فهو دستور الضرورة، يعني وضع في ظروف غير طبيعية. هل هناك مواد ممكن تعديلها؟ هذا حق لرئيس الجمهورية في أن يقترح، وحق للبرلمان في أن يقترح. هناك مواد كثيرة جدا في الدستور يعني تمت بطريقة توافقية، تمت لإرضاء بعض التوجهات اللي كانت موجودة في لجنة الخمسين. قد يعني يرى القائم على الأمر مجلس النواب أو رئيس الجمهورية عادة النظر في هذه المواد. المادة 126 رسمت الطريق لرئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب أن يقترحوا التعديل. التعديل ده بيمر بمراحله الدستورية طبقا لهذه المادة في بالموافقة، إذا تمت الموافقة النهائية عليه بأغلبية الثلثي أعضاء مجلس النواب بيطرح للاستفساء. إذا حظى هذا التعديل بأغلبية المساهمين او المشاركين في الاستفتاء، فبالتالي يتم التعديل. احنا مش محتاجين لتغيير الدستور، الدستور فيه صلاحيات كبيره لرئيس الجمهوريه. وعايز اقول لك كمان مفاجاه، اللي يقارب ما بين دستور 1915 2014 ودستور 2012 اللي اتعمل في عهد الاخوان، هيجد ان سلطات الرئيس اكبر في هذا الدستور مقارنه بدستور 2012. يعني يكفينا بس على سبيل المثال المادة اللي بتحدث على ان رئيس الجمهورية يمارس سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء، يعني هو هنا مشترك معاه في كل كبيرة وصغيرة. المادة الاخرى نظريتها اللي موجودة في دستور 2012 يمارس رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء، هنا يعني وهنا لا يستطيع ان يتحرك نهائي الا عبر رئيس الوزراء. هنا اداله موقع ضعيف مقارنة بموقع رئيس الوزراء مقارنة بالدستور اللي احنا موجودين فيه. فطبعا زائد طبعا في صلاحيات كثيرة، يعني في صلاحيات كثيرة جدا جدا لرئيس الجمهورية ممكن نتكلم عنها. المرأة المصرية حصلت على الحق في المشاركة السياسية في مصر لأول مرة عام 56 بموجب نص المادة 31 من دستور 23-56، والتي تكرر في كل الدساتير المصرية المتعاقبة، وكان تمثيلها في البرلمان مجرد تمثيل رمزي، إلى أن حصلت المرأة على تمييز إيجابي في دستور 2014 لتضمن 70 مقعد بقوة القانون، 56 من القوائم و14 بالتعيين، وذلك بخلاف المقاعد الفردية التي من الممكن أن تحصل عليها المرأة. والسؤال هو، هل تلك النسبة مقبولة لتمثيل المرأة في البرلمان؟ ما أرى وما أتوقعه حتى الآن أنه تشكيلة البرلمان القادم
لن تضمن تمثيل عادل للشباب والمرأة الإخوة المسيحيين وأيضا المعاقين. يعني بعبارة بكلمات أخرى توازن القوى في هذا البرلمان بعبارة أخرى توازن القوى في هذه الانتخابات القادمة بيعتمد على المال الإنفاق الأسر الكبيرة العصبيات، وبالتالي هذه التشكيلة لن ولم تضمن تمثيل مناسب للفئات المهمشة خاصة الشباب اللي ساهم بدور كبير في ثورة 25 يناير و30 يونيو. الفئات دي طبعا مهضوم حقها من فترة ومهضوم حقها لأسباب كتيرة، يعني مش شرط تكون الدولة اللي أهضمت حقها أو المجتمع اللي أهضم حقها، ممكن حتى تكون هي نفسها كمان أهضمت حقها. يعني بعض المسيحيين بيعرفوا على أنهم ينزلوا، بعض الستات بيعزفوا على أنهم ينزلوا، أنهم نفسهم بينزلوا كمان، وبعض الستات بتنتخب رجالة ما بتنتخبش ستات. فالعمال والفلاحين لما كانوا بينزلوا ما كانش 90% منهم ما كانوش عمال وفلاحين، فكان في مشاكل في الفئات دي سواء اذا كان من الدولة او من المجتمع او من نفس الفئة نفسها. لم يكن يتوقع اكثر المتشائمين ان يكون تمثيل الشباب في الانتخابات الحالية ضعيف الى تلك الدرجة، حيث غابت الوجوه الشبابية عن الترشح على المقاعد الفردية باستثناء بعض المرشحين من حزب مستقبل وطن. وبررت الحركات الشبابية أو بعضها بأن العصبيات ورؤوس الأموال تكون لها الكلمة الفصل في معظم تلك المقاعد على حساب تجارب الشباب، كما أن تخصيص 16 مقعد للشباب ضمن مقاعد القوائم البالغ عددها 120 لم يلبي طموحات وتطلعات قطاع واسع من هؤلاء الشباب. الشباب كتير منه مش هيشارك، ربما قد لا يشارك في الانتخابات، وربما أيضا عدد المرشحين من خلال مراجعة قوائم الترشيح خاصة في الدول الفردية هنجد أنه نسب الشباب والمرأة والأقباط محدودة للغاية، وبالتالي مش من المنتظر أن هم يكون لهم يعني حضور ملموس داخل البرلمان. دستور وقالوا مجلس النواب ارتفع بالناس وده حقوقها الحقيقية وحرياتها التي يعني أهملت وأهدرت لسنوات وما بقتش مهمشة، واشترط ذوي الاحتياجات الخاصة المرأة المسيحيين قال الشباب خلاص ما بقتش مهمشة، وبالتالي بقت موجودة في المجلس، عليها أن تمارس، عليها أن تمارس. طبعا ممكن يكون في بقى ناس في المجلس أقوياء وأشداء بأي حاجة، بالقوة، بالسلطة، بالمال، بالإغراء، ويسيطر. هيبان ممارسة المجلس القادمة ستكون هي المحك. لم يشمل التمييز الإيجابي في البرلمان المرأة والشباب فقط، بل خصص الأقباط 24 مقعد موزعين على القوائم الأربعة، بواقع 9 مقاعد في القائمة الأولى ومثلها في الثانية، و3 مقاعد في القائمة الثانية ومثلها في الرابعة، والعمال والفلاحين أيضا 16 مقعد موزعين على القوائم الأربعة، ولكل من المصريين في الخارج وذوي الإعاقة 8 مقاعد. أظن أن القانون مجلس النواب يعني وضع أعداد ونسب معقولة لتمثيل هذه الفئات، بس المهم أنه إزاي هذه الفئات تعتمد على نفسها في الانتخابات اللي جاية أو في قانون قادم. العيوب اللي شفناها لهذا القانون هل هيتم تداركها مع الحفاظ على مصالح الفئات؟ الإجابة الوحيدة لدى مجلس النواب. القوائم الموجودة واللي ممكن تفوز يعني التزمت بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بمنح المهمشين اجتماعيا مقاعد، لكن لا أظن أنه الدوائر الفردية ستؤدي إلى شخص يعني من الشباب أو المرأة أو لآخره أنه يكسب. وهنا الرهان على النسبة التي يجزها الدستور للسيد رئيس الجمهورية في تعيين شباب أو مرأة أو أقباط، ويمكن أن احنا نجمع بين هذه الصفات في شخص واحد، والسيد الرئيس أعتقد
يعني أعلن بوضوح عن أهمية أن يقوم بهذا الإجراء لتحقيق التوازن في البرلمان. لا تزال لدينا أزمة تتعلق بالمال السياسي والعصبيات التي تسيطر على دوائر كثيرة في الانتخابات. ووفقا للتجارب المصرية السابقة، فإن أكثر المرشحين قدرة على حشد الأنصار هو المرشح المستقل صاحب القدرات المالية الكبيرة والذي يستند إلى عصبيات عائلية، وهذا ما يفسر ظاهرة ارتفاع نسبة التصويت في الأقاليم والريف عنه في المدن والحضر، كما يفسر أيضا انخفاض التصويت لمصلحة التيارات السياسية عن التصويت لمصلحة وجوه العائلات والعصبيات ورجال الأعمال. الناخب المصري كأي ناخب آخر بيختار وفقا للمصلحة، واختيار وفقا للمصلحة ده مسألة مش عيب، ده حق، ولا يمكن لأي شخص أن يختار إلا وفقا للمصلحة. رؤساء الدول في زي الولايات المتحدة الأمريكية أو رؤساء الحكومات زي بريطانيا أو رؤساء جمهوريات زي فرنسا لا يختاروا لأن هم شطار في السياسة الخارجية مثلا، أو لأن هم بيقولوا كلام كبير بالمعنى السياسي، بيختاروا نتيجة سياساتهم اللي بتمس مصالح الناس، سواء الضرائب، الاوضاع الاجتماعيه، البطاله، ده الناخب يختار عشانه، وبالتالي الناخب المصري هيختار وفقا لمصالحه. نتمنى انه يعني الناخب المصري يكون على مستوى زي ما احنا واثقين فيه، وبالتالي اختياره يكون اختيار حسن على مستوى المسؤوليه وعلى مستوى المرحله وعلى مستوى الدستور المصري وعلى مستوى مجلس النواب القادم. طيب الساحه بتقول ايه؟ هل تغيرت ثقافه الناخب أو هل تغيرت ثقافة المرشح؟ بكل أسف لا. يعني دستور وقانون مجلس النواب جديد، قانون مجلس النواب في نصوص لأول مرة بتدعم حسن الاختيار وبتفترض أن النواب يكونوا على مستوى الوطنية ومستوى المسؤولية، وأنه ما فيش حد هيدخل مجلس النواب يكون بيستهدف مصلحة خاصة، لأن في محظورات كتيرة في مجلس النواب. وبالتالي يعني كنت أتمنى أن السادة المرشحين يكونوا قيلوا النصوص، واللي ملوش مصلحة شخصية ما يدخلش، وكذلك الناخب عليه ألا يتأثر وإرادته تكون إرادة حرة 100%. كل من يذهب إلى لجنة الانتخابات أن يدقق في الاختيار، يعني احنا ما عندناش رفاهية الفشل أو رفاهية حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات أخرى. علينا ان احنا نخرج من المرحلة اللي هي الانتقالية دي الى مرحلة الاستقرار. علينا ان نبتعد تماما عن الذين يتاجرون بالدين او يعني الذين يستخدموا المال السياسي للحصول على عضوية. انا مش بقول ان يعني الجميع الناخبين يعني يتم التأثير عليهم، ولكن التأثير ده موجود وبالأخص فيما يتعلق بالمال. إذا أخي أنا بقول واحد عنده يعني حاجة للمال يأخذ المال ويختار المرشح اللي هو يستطيع أن يحقق المصلحة العامة. تحت شعار ليس لدينا ما نخفيه والانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، منحت اللجنة العليا للانتخابات 81 منظمة محلية و6 منظمات دولية وثلاث بعثات دولية وإقليمية و61 سفارة لدى القاهرة تصاريح لمتابعة الانتخابات البرلمانية. أبرز هذه السفارات السفارات الأمريكية والفرنسية والألمانية وسفارة الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا واليابان والهند. ورحب حقوقيون بتعاون اللجنة العليا للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني، معتبرين أنه دلالة على نزاهة العملية ويضفي شرعية إضافية للانتخابات، وأيضا يعزز علاقة البرلمان القادم بدول أوروبا والغرب، موضحين أن الدولة تجاوزت النغمة القديمة التي كانت ترى أن الرقابة الدولية هي تدخل في الشؤون الداخلية لمصر. يظل الاختلاف حوالين المصطلح متابعة انتخابات ولا مراقبة انتخابات. في النهاية أنا أظن أنه إحنا لابد أن نفتح مزيد من النوافذ على الخارج ونترك الخارج يطل علينا في الوقت الذي يريد، لأن إحنا مش عرصنا بطحة
ولا نخشى من شيء وليس لدينا ما نخفيه. وبالتالي الحساسية الزائدة إذا وجود منظمات دولية أو أجنبية لمراقبة الانتخابات أو لمتابعتها يجب أن تنتهي هذه الحساسية، لأنه إحنا بنقوم بانتخابات أنا أظنها ستكون نزيهة، ليس لدينا ما نخشى، فإذا كنا يعني لا نخاف شيئا فلماذا نخفيه؟ من علامات الصحة والثقة في النفس أن أنت تفتح المجال لكل الأطراف سواء أطراف عربية أو دولية أو محلية المجتمع المدني لمراقبة عملية الاقتراع. وأتصور أنه لا يوجد للحكومة الحالية أو للسلطة التنفيذية في كل مستوياتها مصلحة في أنها تتدخل في الانتخابات، لأن الرئيس السيسي عنده إنجاز مهم جدا، هو أنه رفض أن يشكل حزبا وأن يخوض الانتخابات باسم حزب يدعم الرئيس. هذا التحول اللي أنجزه الرئيس السيسي مهم جدا، وأتمنى أن يستمر عليه لأنه بياخد مسافة واحدة من كل الأحزاب. ما فيش مشكلة، وفي منظمات وطنية أو دولية بترقب وبتشوف المسألة مش إزاي، ولأنه إحنا نريد أن نجري انتخابات حقيقية ونزيهة فيبقى ما فيش أي مانع. بس كمان لها سلطات مش داخلة عشان تتصيد، ولا داخلة علشان تسيء إلى السمعة، ولا داخلة علشان تعمل المونتاج ودوبلاج في بعض الصور وبعدين تشلع بيها. لا، في سلطات، والمحكمة الإدارية العليا حكمت المسألة قبل كده وقالت إنه يعني إيه داخل يبص يراقب إزاي، يعني يعمل إيه، يوجه يعمل إيه، وبالتالي عليها مسؤولية. وكذلك اللجان من أول رئيس اللجنة الفرعية واللجنة العامة وكل هذه ولجان المحافظات، كل ده يتكاتف من أجل الوصول إلى مجلس نواب محترم. وجود مراقبين مهم جدا 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 جدا، سواء إذا كان من الداخل أو من الخارج، ومش شرط مراقبين بمعنى أن وظيفتهم جايين يراقبوا الانتخابات ووظيفتهم كده، لا، ده حتى الإعلام ليه وظيفة مهمة، الصحافة، مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذا الفريق يجب أن يعمل بشكل متكامل للمساهمة في الرقابة على العملية الانتخابية. وطبعا للأسف سموها متابعة عشان يقللوا من حدة كلمة رقابة، جماعة مش عايزين يسموا حاجة رقابة عليهم يعني زي ما في، لكن ما على كل، لكن المفترض أن يكون كل هذا الطاقم بيراقب العملية الانتخابية من الألف للياء، مش بس عملية الاقتراع، جرى كمان العرف على أنها تكون عملية رقابة على الاقتراع والفرز، لا، هي أهمها الاقتراع والفرز، لكن المفترض يكون فيه طبعا رقابة على الترشيحات ورقابة على الحملة الانتخابية. والوقت اللي احنا اللي فات ده كله كان مفترض يكون فيه رقابة، واتصور يكون فيه بعض، لكن التكثيف دائما بيجرى على عملية الاقتراع والفرز. ربما يقول البعض أن الشعب المصري تشبع بالسياسة عبر السنوات الماضية إلى درجة الملل، وأنه لم يعد لديه نفس القدر من الحماس للمشاركة في الانتخابات الحالية كما كان الحال في الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس. لكن الواقع يقول أننا نستعد لبرلمان ليس كسابقي، برلمان يرسم مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة وتكتمل معه منظومة الدولة ومؤسساتها. إلى اللقاء.